لوحات فنية متنوعة تزينت بها شوارع العاصمة إحياءً للذكرى 56 لعيدي الاستقلال والشباب، في تظاهرة نظمتها ولاية الجزائر عرفت حضور ممثلين عن الهيئات الرسمية إلى جانب مواطنين استقطبتهم مراسيم الاحتفال. ها نحن ننظم هذا الاستعراض، الضخم اللي شاركوا فيه كل الهيئات النظامية وشاركوا فيه خاصة الشباب، لأنه هو عيد الاستقلال وعيد الشباب. احنا أمنيتنا فقط أن هذا الشباب اللي شاركوا يكونوا إن شاء الله خير وخلف لخير السلف. اليوم نقولوا الله يرحم الشهداء، لليوم رانا نتنعموا باستقلال ونترحموا على شهداء الواجب، نتنعموا بجزائر آمنة. استعراضات وعروض فولكلورية ورقصات شعبية تعكس مدى الثراء الإنساني والثقافي الذي تزخر به الجزائر، والذي لم تنل منه سنوات الاستعمار رغم كل المحاولات. هذا الاحتفال يعكس الغنى الكبير الذي تتميز به الجزائر، فهي غنية بالألوان والثقافات، كما يعكس مكانة الجزائر التي تعد دولة ذات أهمية في إفريقيا. الاستعراض شمل أيضا قافلة مثلت الإنجازات التي حققتها جزائر الاستقلال في مختلف القطاعات ومدى تمسكها بمسيرة البناء والتشييد. نشكر كل هذا الحضور وهذا البهجة اللي راهي صرات اليوم بهذه المناسبة في وطننا الحبيب الجزائر. نتمنى الاستقرار المستمر والأمان. احتفالية تنمي إلى تمجيد وترسيخ الروح الوطنية في قلوب الجزائريين، واعتراف وعرفان بتضحيات كل أولئك الذين عقدوا العزم أن تحيا الجزائر.